وسؤال من الأخت أم عبد الله تسأل: عندي مال لأيتام لم يبلغوا سن الرشد، يقدر هذا المال بحوالي 175,000 ريال، هل تجوز عليه الزكاة؟ وفي حالة إجازة الزكاة على هذا المال، لي أخ فقير له عائلة مكونة من 6 أفراد، وأخي لا يجد عملا في بلده وليس له دخل شهري، هل يجوز أن أقسم مبلغا من الزكاة وأعطيه لأخ على شكل معاشات شهرية؟ أنا أقول هذا المبلغ إذا كان يستثمر يوضع مثلا في بنك إسلامي، أو يعني يوضع إذا كان فيه شريك مأمون وفي تجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتجر بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة، وكذلك ورد عن سيدنا عمر وعن الصحابة إنه لأن إذا أخذنا الزكاة كل سنة ومع النفقة فمعناها بعد عدة سنين تنتهي، هذا فنحن مأمورون أن نتجر نستثمر أموال اليتامى حتى يعني لا تنقصها الزكاة. فإذا كان المطلوب من ذي الأخت إنها تستثمر أموال اليتامى، أقل شيء تضعها في بنك الإسلامي وتنفق على هؤلاء اليتامى من ريع وعوائد هذه الزكاة، ويمكن في هذه الحالة أن تدفع لأخيها إذا كان أخوها ليس له دخل شهري ولا يجد عمل متبطل إجباريا، يعني ليس باختياره، هذه بطالة إجبارية، والمتبطل إجباريا مثل العاجز عن العمل، مثل القعيد الذي لا يستطيع أن يعمل، مثل الأرملة التي لا تستطيع، مثل اليتيم، مثل الشيخ الكبير العجوز، يعني فهذا يجوز لها أن تعطيه يعني من الزكاة كلها أو بعضها حسب حاجته، ولا حرج عليها في ذلك، بل الأقربون أولى بالمعروف. والله تعالى يقول: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أقول قولي هذا أيها الإخوة والأخوات، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى اللقاء في حلقات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.